احنا هنا هنتكلم ازاي اعمل مانجمنت للدي في ار بتاع هيك فيجن عن طريق الابلكيشن بتاعه اللي هو اي في ام. هنخلي بالي من حاجه يا جماعه، ان انا ممكن طبعا زي ما اتفقنا وزي ما شفنا في فيديو قبل كده ان انا ممكن اتعامل مع دي في ار عن طريق براوزر، تمام؟ بس مشكلته لو انا عندي اكتر من دي في ار هلاقي ان عندي الشغل المانجمنت بتاعي هيبقى اصعب شويه. هيبقى برضو المشكله عندي ان زي ما انتم شايفين بقعد اتحرك من دي في ار للتاني عن طريق البراوزر، فالعمليه مش ايه مش عمليه قوي يعني بالنسبه لي، وخصوصا لو عندي كميه كاميرات ياما والدنيا عندي ياما، فالعمليه بتبقى ايه مش سنترلايزد قوي. فانا دلوقتي هقفل البراوزر بتاعي، هلاقي عندي البرنامج بتاعنا بتاع هيك فيجن اسمه اي في ام اس، ده هتلاقوا اللينك بتاعه موجود مع الفيديو تحت، تمام؟ انا ممكن اقدر اعمل له داونلود. والبرنامج ده يا جماعه سواء كان ويندوز سواء كان على موبايل اندرويد، المانجمنت بتاعه سهل جدا وبسيط والدنيا بتاعتنا عمليه جدا. انا دلوقتي بسطبه على الويندوز، طبعا ويزرد عادي جدا، اللايسنس بتاعته اكسبت. سالني انت عايز تشتغل ايه، كلاينت ولا هتخزن كمان؟ لو بصينا هنا كده هنلاقي بيقول لي انستول، هختار الكلاينت والستورج ان يخزن الفيديوهات عندي. بصوا السايز يا جماعه، بيقول لي هو ادي الكلاينت محتاج 391 ميجا عندك على الدرايف انت شغال عليه. عايز الستورج هيزود معايا حوالي 100 ميجا. لو هيسيف الديفولت بتاعه في السي بروجرام فايلز، تمام. لو انا عايز اغير المكان هقول له براوز واختار المكان اللي انا عايزه حسب الباص اللي انا عايزه فين. انا هسيبه هنا عشان التست بتاعي، هسيبه على السي بروجرام فايلز. بس طبعا لو انت هتخزن طبعا لا يفضل او يستبعد جدا انك تسيف الاستورج فين على السي عندك. فانا هنا هشتغل الكلاينت بس اشوف الدنيا عندي عامله ازاي، هقول له نيكست انستول. الوزارد عادي هيبدا يسطب الابلكيشن عندي على السي بروجرام فايلز حسب الباص اللي انا اخترته. طبعا السرعه بتاعت زي وزي اي ابلكيشن بينزل السرعه بتاعته على حسب سرعه الجهاز بتاعك والدنيا بتاعتك ايه. خلص اهو السيت اب بتاعه، قال لك ايه، قال لي عايز تعمل ديسك توب ايكون ليه، ماشي خليها نيكست. بص يا جماعه الوينتن بيكاب ده لا انا مش عايزه درايفر بتاعه، لا انا مش عايزه، انا عايز الابلكيشن بس، فهقول له كانسل يس فينش. انا كده خلصت الانستليشن بتاعي، تمام. هنلاحظ ان حط لي الكلاينت بتاعه على ديسك توب. لو شغلت الكلاينت هل انت متاكد عايز ترنه؟ قلت له ايوه رن الابلكيشن. بعد الابلكيشن ما اشتغل طلعت لي الشاشه دي، بيقول لي داخل اسم الادمنستور بتاعك هتسميه ايه؟ هسميه مثلا ادمن، والباسورد بتاعتي اللي انا عايزها وكونفيرم ده تاني، واقول له ريجستر. وبيقول لي خليه عايزه يسيف ده يدخل لوحده، لو انا عندي يوزر واحد هخليه كده واحط له ريجستر. قال لي في الباسورد الاثنين مش زي بعض، دي واحده. تمام اهو عمل دخل معايا. دخلت على الشاشه اللي قدامي دي، اول حاجه طبعا ما دخلني على الهلب، انا مش عايز هلب، حضرت اي حاجه ايه. قال لي انت الابلكيشن بتاعك دلوقتي جاهز، بس انت مش قايل لي فين الدي في ارات اللي عندك. فاجي هنا هقول له اد، هضيف دي في ار، هسميه مثلا دي في ار 1، اي اسم انا عايزه، مجرد نيم. اهم حاجه الاي بي بتاعه كام، البورت اللي هو شغال عليه ايه، ديفولت 8000، اليوزر نيم بتاع الدي في ار الادمن اللي عليه ايه، والباسورد بتاعت الادمن ايه على الدي في ار، هقول له اد. بصوا هنا بيعمل لي حاجه اسمها اكسبورت تو جروب، يعني هيعمل جروب يحط فيها الكاميرات دي بنفس الاسم، هقول له اه هو ده اللي انا عايزه، هقول له اد.
واستنى هشوف هنا عمل لي ايه. ما دام جاب السيريال نمبر بتاع الدي في ار يبقى كده فعلا اتضاف. لو انا بصيت كده على الجروب هنلاقي ان عندي قال لي اه الدي في ار اللي انت حاطه عليه 1 2 3 8 الكاميرات بتاعتك معايا. طب على اضيف ديفايس تاني هقول له اد اسم التاني اللي انا عايزه، الاي بي التاني اللي انا عارفه بتاع الدي في ار التاني، واليوزر نيم والباسورد هو جايب اخر يوزر نيم والباسورد انا كاتبها، لو هم حاسبهم، لو فيها تغيير هكتب بتاعي ات، وهكذا اقعد اضيف كل الدي في ارات بتاعتي لغايه لما اخلص الشغل بتاعي. اه بص انا كتبت في النيك نيم الاي بي، هو مش هيقول لي لا طبعا يعني، بس انا مش عايز كده يعني. دي بي ار 3 هقول له اد، بشيك عليه دي بي ار 3 عندي. تاني اد انا مدروش اوكي دي في ار 3 192.168.5 اد. اه بيقول لي ده موجود اصلا نفس الاي بي، انا اسف معلش. اد دي في ار 3. تخيل بقى لو احنا كده في برنامج، تخيل بقى انت لو براوزر تقعد تفتحه مرتين بالغلط. تمام ادي كده الديفيرات بتاعتي اتفتحت. هبص على الجروب هلاقي عندي ثلاث كل ديفيرات بالكاميرات بتاعته، ده عليه 8، ده عليه 8، ده عليه 4. تمام. طب فين الكاميرات دي؟ لو دخلت على الكنترول بانل عندي، انا كنت في الديفايس مانجمنت ده بتعامل مع الديفايس، هقفل الديفايس ايه، رجعت الكنترول بانل عندي حاجه اسمها مين فيو، سالني انت عايز تشوف انه حاجه، عايز كام كاميرا تظهر قدامك على الشاشه، هقول له مثلا 9. ادي 9 كاميرات. طب بدون ترتيب بدون اي حاجه، انا عايز كاميرا واحده، عايز 4، عايز 16، زي ما اتفقنا حسب الكاميرات اللي عندي قد ايه. تمام. وعندي حاجه اسمها كاستم. كاستم دي انا اللي هبدا ارتب الكاميرات عندي زي ما انا عايز. عندي تحت هنا شايفين يا جماعه، عشان كده بنقول عليها سنترايز، انا ممكن اعرض 48 شاشه 48 كاميرا عشان البرنامج عندي. تمام. طب في الكاستم انا ببدا اقف اهي، ادي الدي في ار بتاعي، انت عايز الكاميرا اللي تتحط هنا انه كاميرا، ومثلا بتاع الدي في ار 1 ادي ترتيب اهو بتاعها، وعايز مثلا كاميرا واحد من دي في ار 2 مثلا، وكاميرا واحد من دي في ار 3، وحسب ما انا ايه برتب الترتيب اللي انا عايزه، واحط بقيه الكاميرات بالمكان اللي انا عايزه حسب الترتيب اللي يريحني او الترتيب اللي انا عايزه. تمام. ادي كاميرا هنا مش واسطه، الدي في ار فوري اهي، وهكذا. يبقى ده المين فيو بتاعي. طب خلصت اقول له سيف از، المفروض انا هسيف. بص اجي اقول له سيف او سيف از بيعمل ايه؟ مش سبورت معايا. لو جيت هنا قلت له انلوك اقول له اه اوكي لي، هكتب الباسورد بتاعي انلوك. تمام. هنلاقي الدنيا عندي سب لايف فيو، انا كده وقفت السب لايف فيو بتاعي، الدنيا بتاعتي راحت، ما عنديش اي مشكله خالص، الكاميرات راحت، ما فيش اي حاجه انا عملته ما تسيفش. هقفل البرنامج كده هشغل البرنامج بتاعي تاني. يس. كاستم هرتب الاشكال بتاعتي انا عايزها.
بتشتغل معايا دي سيف هيز اشتغلت معايا اهي، هتسميها ايه؟ هتسميها مثلا فيو 1 سيف. بص في 1 ظهرت فين يا جماعه اهي، لو انا في اي وقت عدلت رجعت على في 1 بقى ستاندرد عندي موجود اللي انا عملته. تمام، لو جيت عدلت على في 1 عملت اي حاجه اهي وهقول له سيف بس، بقت كده هي دي في 1 الجديده. طيب ده في اللايف فيو. طب هي وقف اللايف فيو، هنبص عندي هلاقي حاجه اسمها ريموت بلاي باك، ده بيجيب لي حاجات المسجله. ادي كاميرا 1 تمام، عايز من تاريخ كام، عايز من تاريخ كذا لتاريخ كذا. خلي بالنا من حاجه، انا ما نزلتش الستورج ديفايس هنا يا جماعه، ده بيجيب الداتا اللي موجوده على الدي في ار، اختارها اهي واقول له بلاي، هيجيبها لي موجوده اهي. التاريخ انا اخترته من الساعه كذا للساعه كذا يوم كذا، هو الموجود تحت. لو انا عايز من هنا كاستم حاجه معينه ببدا اختار من هنا ايه اسهل. تمام، طيب طب دلوقتي اللي هو ده المعروض التسجيل بتاعي، افرض انا دلوقتي اهي عايز اخلي الكاميرا دي اشوفها بالكامل، لان هي اسمها فول سكرين. تمام، هلاقي عندي حاجه عندي دبل كليك عليها بقت هي الكاميرا دي لوحدها. طب افرض انا في اكشن هنا عايز اخده دلوقتي، عايز اخد صوره مثلا، هنلاقي عندي حاجه اسمها كابشر. كابشر اخد صوره قدامي دلوقتي، تمام اهي ظهر ايه. طب هنشوف دلوقتي اتحطت فين. طب افرض انا عايز اسجل فيديو، في حاجه من اتنين، يا اما انت هتعمل ستارت ريكوردنج وقت معين فاقول له ستارت ريكورد فبدا يسجل معايا الوقت اللي انا شغال عليه ده، هقول له ستوب ادي كده خلص الريكورد اللي انا ايه سجلته حسب الوقت اللي انا عايزه. بص الباص اللي هو كاتبه بيقول لي خلي بالك الحاجه انت سجلتها في المكان الفلاني. طب الحاجه دي فين؟ هو انا بعرف مكانها منين؟ هطلع من فول سكرين بس ديت. بص لو دخلت على التولز، دخلت على سيستم كونفجريشن، هتلاقي حاجه اسمها فايلز اهي، بيقول لي ادي الفيديوهات بتاعتك في المكان الفلاني، ادي البيكتشر في المكان الفلاني، لو انت بتسيف كونفجريشن هتبقى مكانها كذا. تعالوا كده نروح على الباص اللي هو بيقول لي عليه، بيقول لي على السي على الاي بي ام، ادي السي اللي هو قال لي عليه اي بي ام اهو، هلاقي حاجه اسمها فيديو، ادي الفيديو اللي انا سجلته النهارده تمام، وادي الصوره اللي انا سجلتها من شويه، عملتها كابشر من شويه تمام. طب انا اقدر اغير الباص ده؟ اه طبعا، من هنا تقدر تغير المكان اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. طيب يبقى كده انا اتعلمت ازاي اخد لقطه صوره، ازاي اسجل فيديو معين ريكورد. طب انا عايز اعمل داونلود لفيديو كامل بقى من الموجودين، هلاقي عندي حاجه اسمها داونلود، بيسالني انت عايز تسجل داونلود من الساعه كام للساعه كام يوم كام، بعمل تشيك بوكس عليه بيقول لي السايز. خلي بالكم من السايز ده يا جماعه، خلي بالنا من الحته دي جيجا وشويه تمام، وابدا اعمل له داونلود عندي وياخد الوقت بتاعه، هياخد الوقت ده بالكامل كده من الدي في ار حسب مثلا ده 3:10 من الساعه 5:15 لغايه الساعه 6:22، متخيلين يا جماعه يعني حوالي ساعه ل 7 دقائق تمام، هو قد ايه؟ جيجا وشويه. طيب عندي بقى هنا الكونفجريشن في البرنامج، بيقول لي عايز توقف البلاي، ايوه انا عايز اوقفه. هنلاقي عندي هنا حاجه اسمها الكونفجريشن بتاعي، في هنا السيستم كونفجريشن، شايفين يا جماعه دي اللي احنا اخدنا منها الشاشه بتاعتنا، الفايل الكلام ده كله، والجنرال والدنيا بتاعتنا، واللايف فيو الاوبشن بتاعتنا ايه والكلام ده. طب انا عندي حاجه تانية، عايز ابص على الستورج بتاعي، الستورج بتاعي الدنيا بتاعتي ايه، الدنيا شغاله ازاي تمام، الاكونت بتاعي اليوزر شغالين ايه. لو انا بصيت عندي هلاقي عندي حاجه اسمها اكونت، اليوزر شغالين على البرنامج، خلي بالكم الحته دي، اليوزر البرنامج ملوش دعوه بالدي في ار، واقدر اكريت يوزر بصلاحيات معينه يقدر فيو، ما يقدرش يلعب في الكلام ده، بس يشوف بس لو عندي موظف انا شغال ايه، سايب له البرنامج ده يشتغل عليه، وايه مجرد ان هو يشوف اللي عليه بس تمام. طيب الارام والايماب والكلام ده كله مش محتاجها، انت كمبتدئ دلوقتي مش فارقه معاك حاجه خالص تمام، والسيستم كونفجريشن احنا اتكلمنا عليها تمام، الايميل الكلام ده كله، الفيديو انتركم مش محتاجين اي حاجه من هنا، التول بار اللي يظهر واللي ما يظهرش عليها
تمام، وقلنا ديفايس مانجمنت، تمام، ان انا بديت الديفايس بتاعي او اشيل ديفايس. طيب ايه تاني ممكن نقوله هنا؟ ايه تاني ممكن نقوله هنا في الجزء بتاعنا؟ الستورج سكادول بتاعي، ادي الدي بي ار، السكادول ريكورد امتى، الدنيا بتاعته امتى. بس انا متهيألي احنا كده غطينا الجزء الكبير بتاعنا بتاع الدي في ار بتاع الهيك فيجن بتاعنا اللي انت محتاجه عشان تبدأ تتعامل